ألقيت عبة ناسفة خفيفة على مرة قرب محطة مترو تشهد زحمة بوسط بانكوك بعد ظهر الثلاثاء من دون أن تسفر عن وقوع إصابات. غداة اعتداء بالقنبلة أوقع 20 قتيلا في العاصمة التايلاندية. حتى الآن لم يتبنى أحدهم الاعتداء. على الشرطة أن تعطينا إجابات لأن هناك قتلى. الجميع بات خائفا ونشعر بالأسى تجاه الذين قتلوا. وتبحث الشرطة التايلاندية الثلاثاء عن مشتبه به تم التعرف عليه بفضل صور كاميرات المراقبة بعد الاعتداء المدمر في بانكوك الذي وصفه قائد المجلس العسكري الحاكم بأسوأ هجوم في تاريخ هذا البلد. وينشط المحققون في موقع الاعتداء الذي وقع الاثنين في ساعة زحمة واستهدف معبدا في الهواء الطلق في وسط بانكوك يلقى إقبالا كبيرا من الزوار والسياح الأجانب. لن أتوقف عن زيارة تايلاند، لكن ما حصل سيؤثر بالتأكيد على الاقتصاد التايلاندي بسبب الخوف من التنقل. وتعتبر السلطات التايلاندية أن منفذي الاعتداء كانوا يستهدفون الأجانب ويريدون ضرب السياحة.